لنا الاحتجاج نتاعكم والأزمة اللي موجودة في المخابز في الشمال الغربي. تفضل. معك صادق الحبوب رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب مخابز الدجاج وأمين المال الغرفة الوطنية. خويا بالنسبة لنا احنا تو عندنا قرابة سنة ما خديناش مستحقاتنا اللي موجودة عند الدولة. شو معناها بالضبط؟ خليه باش المواطن يفهم شنو مستحقات الخباز عند الدولة وكيفاش تتعاملوا أنتم مع الدولة. تفضل. بالنسبة لنا المستحقات الموجودة هي تكلفة الخبزة 195 أو 800 فرنك ملي. نحن قاعدين نبيعوا فيها 230 ملي. ندفعوا الفرقية نتاع حوالي 560 أو 570 ندفعوا احنا من جيبنا. وبعد الدولة ترجع لنا فلوسنا. هذا المتعامل به الدولة وقتاش ترجع لكم فلوسكم انتم؟ بعد شهر بعد شهرين شهرين هكاك ما تطولش علينا من قبل من 2012 و2013 ونحن هكاك شهر شهرين تعطينا فلوس. تو من بعد تقريبا من جوا ولا من ماي اللي فات الى حد الان الفلوس ما عادش ترجع لنا. بالضبط 11 اي معناها عندكم عام الدولة ما عطاتكم حتى ماي؟ ما عطتناش حتى فرنك. والدليل اللي في 2021 ستة شهور ولا سبعة شهور لحد الآن ما خديناش فلوس تاع 21. هذا الشيء هذايا بالنسبة اللي عندنا هنا في باجة ولا في ولاية الكاف فما مخابز سكروا. هنا عندي في باجة خلينا نحكيك اللي قدامي والله واش ما عنده كهرباء اللي يوزع بها ما كيفاش يصلح واش في قدام وسطه. هذا شنو ذنبه؟ ناس فما زوز كوش عندي هنا في باجو بشهاد الدرجة والدرجة مسكرين ما عندهمش فلوس. فماش فلوس منش يجي ما فماش فلوس منش يجي بخدام راه كيف شكون الفيزافي نتاعكم التجارة؟ اي وزارة التجارة معناها اي كيف تكلم وزارة التجارة شنو يقولوا لكم؟ والله وزارة التجارة تو ما فماش اصبر شوية تو ما فماش هذا يقول رد اي معناتها شنو يجاوبوكم شنو اصبر شويه ما تصبر شهر شهرين ثلاثه سته شهور اي عام طبعا احنا عندنا عام يعني ما فماش فلوس بيخلونا نحكوا بكل صراحه الدوله ما عندهاش فلوس وصراحه تدخل لنا فلوس يعني انا نشوف اخويا اللي هي تفليس ممنهج قطاع المخابز اللي موجودين في كامل الجمهوريه 3500 مخبز عندهم 45000 او 48000 خادم هي عملية ممنهجة باش يفلسونا ونسكروا لصالح شكون لصالح أطراف أخرى شكون اللي هما فتحوا أحسن تاب نحب عليه اللي هما حلوا بعد الثورة ناس موجودين حلوا هذوك مش مدخلهم هذوك لا يتمتعوا بالدعم لا عندهم دعم لا لا لا, لا ما عندهمش دعم مش دخلهم بالدعم يتمتعوا 75% من الدعم الفرينة يخدموا برا في الفرينة الرفيعة هي. اللي سعرها وانت ما يخفاكش حاليا 240 وزاد كملت الهند سكر الطيوس ل 300 دينار قنطار الفرينة يخفيه هو ب 60 دينار يخدم فيه وزن 150 مش كما الكواش المصنف العادي اللي هو يخدم تحت وزارة التجارة وزن الباقيات 220 وزن الخبزة 400 جرام نبيعوها ب 190 و 230 يا سي سادق يا سي سادق خلينا تو نكونوا خلينا تو في المشكله نتاعكم هذه لانه اذا نربطوهم مع بعضهم ما نعرفش تو انتم مشكلتكم مع الدوله ما خلصتكمش هذوكم عندهم هذوكم فما مشاكل اخرى ممكن تتعلق بالقطاع وبالخدمه وكيفاش وكذا فما هياكل الدوله هي تو تحدد بالضبط المشاكل نتاعها وتشوف هي تعدل السوق انتم اليوم الدوله ما خلصتكمش شنو باش تعملوا مش تواصلوا مش تقعدوا عندهم اكثر من عام لا 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 مش تسكروا ما كنتوش مسكرين فهم ونحن وجهنا نداء للسيد رئيس الجمهوري وبعثنا له رساله كغرف الشمال الغربي باجه وجندوب وكيف وسليم ونشدناه باش يصرف لنا مستحقاتنا راهو من الغرف الجوار ما عادش نجم نكملوا باش معناها في ابارتير من جوان انتوما الكوش في الشمال الغربي باش تسكروا الاربع ولايات نسكروا ما عندناش عندنا يعني تقريبا 80% من اصحاب المخابز سكروا كان ما خلصوكمش باش تسكروا لكن ما عطوناش فلوس كيفاش نخلصوا الخدام كيفاش نخلصوا الفرينه كيفاش نخلصوا الاداءات تاع الضوء والماء والضمان الاجتماعي والقبضه ومنين نجيبوا واضح وصل صوتكم وان شاء الله نلقاو اذن صاغيه وحد شكون يجاوبنا وعليش تو اكثر من عام ما تخلصوهمش هذه مشكله الحقيقه. سي صادق الحبوبي بارك الله فيك رئيس الغرفه الجهويه لاصحاب المخابز في باجه والامين المال الوطني للغرفه الوطنيه لاصحاب المخابز شكرا جزيلا ان شاء الله تلقاو حقوقكم في القريب العاجل.